رح نبدأ أولى محطاتنا فرح لليوم، المقعد الدراسي دفتر والقلم والقيم والمبادئ يلي عم تتعزز عند الطالب بقيت حالة معافاة طيلة سنوات الحرب على سوريا، وكان الرهان على جيل واعي متعلم مثقف ومدرك لدوره القادم بأعمار وطنه في كافة المناحي. أكيد سلمى، الهدف رح يبقى هو بوصلة تعليمية بسوريا. المسؤولية طبعا زادت مع رقعة الأمان التي باتت تشمل أنحاء سوريا كافة. ما الخطوات التي تتم لإعادة تأهيل ما خلفه الإرهاب من دمار في المنحة التعليمي؟ ما الخطوات نحو تطوير التعليم؟ أكيد معلومات كثيرة رح نبدأ فيها نهارنا الاستثنائي اللي عم نحتفل في كلياتنا بصناع الأمل المعلمين في عيدهم. مع ضيفنا أكيد الدكتور عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية. بدنا نقول لك صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتور، وكل عام وأنت بألف خير يا رب. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. ينعاد عليك يا رب. يسعد صباحك دكتور عبد الحكيم. يعني نحن اليوم مساحتنا الخاصة لصناع الأجيال المعلمين بسوريا، رح نبدأ من المهمة الأكبر اللي كانت يعني مثل ما بنقول ملقاة عليكم خلال فترة الحرب. كل مساحة كانت تتحول وتعود لمساحة أمان، كان الجيش التعليمي هو أول جيش دائما يدخل إليها ليعيد تأهيل المدارس بسوريا. خلينا نحكي عن هاي المرحلة وعن كيف واكبتوا إنجازات الجيش العربي السوري. صباح الخير. لنبدأ بالمعلمين، شموع أضاء الدروب المستقبل للأجيال، فأعطتهم ومنحتهم العطاء فأجزلت، فشكرا لهم وكل عام وأنتم بخير أيها المعلمون. بهذه المناسبة، بمناسبة عيد المعلم العربي، دائما نقول بأن العملية التربوية ذات أبعاد مختلفة، لكن أهم بعد من هذه الأبعاد هو المعلم. المعلم هو الذي يكون ويبني التفكير ويبني الأجيال، وعندما يبني تفكير هذه الأجيال هو يصنع ويبني الوطن. وبالتالي نقول لهم كل عام وأنتم بخير. واكبت وزارة التربية انتصارات الجيش العربي السوري في كل مكان، ومع الجهات المعنية كانت تقوم بالتنسيق لمتابعة كل مدرسة تصبح آمنة، وتقوم برصد ما هي متطلبات عودة هذه المدرسة إلى العملية التربوية وإعادة تفعيلها من جديد. وبالتالي كل منطقة، على سبيل المثال كانت في الرقة بعد أن تحررت على يد الجيش العربي السوري، في ريف الرقة مباشرة تم افتتاح المراكز الامتحانية شهادة التعليم الأساسي في السنوات السابقة، وفي منطقة دبسي عفنان والسبخة وإلى آخره ومعدان وإلى آخره من هذه الأماكن. أيضا في دير الزور، بعد أن أنجز الجيش العربي السوري الانتصارات في دير الزور، توجهت مباشرة وزارة التربية إلى تلك المدارس، لأن المدرسة عندما تكون جاهزة لاستقبال الأبناء التلاميذ والطلاب تكون العملية التربوية قد عادت، وعادت الحياة إلى هذه المنطقة، لأن الأولياء أول بالدرجة الأولى أو المهمة الأولى التي يسألون عنها، لأن هذه المنطقة فيها مدرسة لتعليم الأولاد، فعندما تتوافر المدرسة والمخبز والمستوصف والقضايا الأساسية أو الضرورية للحياة يذهبون إلى ذاك المكان، لكن المدرسة هي أولى هذه المتطلبات. وزارة التربية قامت بتصنيف الأضرار لهذه المدارس، وسارعت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بترميم المدارس ذات الأضرار الخفيفة المباشرة حتى تعود إلى العملية التربوية، ونجحت في هذه المهمة. طبعا إشارة سريعة إلى الأعداد قبل الحرب. كانت قبل الحرب كانت 22,000 مدرسة و660 مدرسة، وبالتالي هذا العدد من المدارس خرج منه أكثر من 10,000 مدرسة في أثناء الحرب الظالمة التي شنت على سوريا. ما أن يتم تحرير أي منطقة أو أي بقعة جغرافية على امتداد أرض الوطن، كانت وزارة التربية تسارع إلى متابعة إنجازات هذا الجيش بترميم المدارس ومباشرة إعادة العملية التربوية إلى هذا المكان. أيضا بعد أن تجهز هذه المدرسة وترمم، هناك متطلبات أخرى لهذه المدرسة، على سبيل المثال كما تحدثت قبل قليل، المقعد والسبورة والوسائل التعليمية
التي توضح المفاهيم التي جاءت بها المناهج الدراسية أو المطورة، وأيضا إعداد المعلم وتأمين الأطر التعليمية لهذه المدارس. نقول بأن المعلم واكب هذه أيضا الانتصارات وقام بالذهاب إلى المدرسة التي كان يحدد مركز عمله فيها، ووزارة التربية كانت تؤمن لهم مكان الإقامة والعمل والظروف المناسبة للقيام بأدائهم وواجباتهم على أكمل وجه كمعلمين بناة للأجيال. أيضا في أثناء فترة الحرب لدينا خطة متكاملة لإعادة ترميم المدارس في المستويات المتعددة أو حسب التصنيف المتعدد للأضرار. فهناك أيضا مدارس متوسطة الأضرار، تقوم أيضا وزارة التربية بالترميم لهذه المدارس، لكن الأولوية لترميم المدارس ذات الأضرار البسيطة لإعادتها إلى الخدمة بشكل سريع حتى تواكب انتصارات الجيش العربي السوري. الآن في خطة عام 2019 كان عندنا أكثر من 2100 مدرسة تم ترميمها وإعادتها إلى العملية التربوية. يعني في ريف حلب السنة الماضية مع مطلع 2019 كانت 1040 مدرسة، مع نهاية 2019 كانت 1480 مدرسة، وفي الشهر الأول كانت 1520 مدرسة. لكن لدينا أيضا خطة بعد أن تحرر الريف حلب بترميم 206 مدارس، منهم 94 بشكل عاجل فور عودة الأهالي نقوم بهذه المهمة، والآن ورش العمل والصيانة تقوم بهذه المهمة. وأيضا لدينا 83 مدرسة أيضا تحتاج إلى جهود أكبر بقليل، ولدينا 32 مدرسة أضرارها كبيرة جدا تحتاج إلى خطة أبعد من ذلك وهي في عدة مناطق. لكن بذات الوقت لدى وزارة التربية صعوبة في الوصول إلى بعض المدارس التي لم تستطع تحديد أضرار هذه المدارس، على سبيل المثال في المناطق التي لم تتمكن من الوصول إليها في إدلب، حتى تتمكن من رصد هذه المدارس ووضع خطة عندما تحرر هذه المنطقة للبدء والمباشرة بترميم هذه المدارس. أيضا في جميع المحافظات، على سبيل المثال في السنة قبل الماضية عندما تحررت الغوطة الشرقية قامت وزارة التربية بأقل من شهر ونصف بترميم أكثر من 60 مدرسة وإعادة هذه المدارس إلى العملية التربوية وتفعيل مكان ووجود هذه المدرسة. نعم. من خلال افتتاح الدورات التدريبية، هي كانت قبل العطلة الصيفية بقليل، وتابعت وزارة التربية الدورات الصيفية والتعليمية للطلاب وللتلاميذ حتى يتسنى لهم ترميم الفاقد التعليمي والذهاب إلى الصفوف التي تتوافق ومستوى بنائهم المعرفي. نعم. أيضا قامت وزارة التربية على التوازي بتطوير المناهج التعليمية بمختلف المراحل، يعني من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث ثانوي بمختلف فروعه العلمي والأدبي والمهني والتقني. لدى وزارة التربية حزمة من الإجراءات التي قامت بها، لكن الآن أنتم تعلمون يعني بأن تعليق الدوام ووزارة التربية أيضا هي معنية، لأن الشريحة الأكبر تقع في المدارس، يعني أكثر من 4,100,000 في مدارسنا، وبالتالي قامت وزارة التربية الآن أيضا بإجراءات وحزمة من الإجراءات التي تقي من الإصابة بهذا الفيروس. هون دكتور خلينا نحكي شوي بتفصيل أكبر، يعني مثل ما فهمنا من حضرتك ومثل ما بنعرف كلياتنا أن وزارة التربية كانت على قدر المسؤولية بكافة المراحل اللي مرت فيها سوريا سواء من الإرهاب، واليوم بهذا الوباء العالمي اللي عم ينتشر بجميع أنحاء العالم، بعض الإنجازات والخطوات التي الاحترازية اللي قامت فيها وزارة التربية لحماية الكادر التدريسي كافة وكمان لحماية الطلاب من هذا الوباء ونشر التوعية، خلينا نحكي بالتفصيل عن هي الخطوات وكيف قمتم فيها. بالنسبة للإجراءات التي قامت بها وزارة التربية قبل أن تبدأ عمليات تعليق الدوام أو إيقاف الدوام والعمل، لأن وزارة التربية كانت بذهنها أن تصل إلى هذه المرحلة وتأخذ إجراءات احتياطية، لأن الشريحة الأكبر هي شريحة التلاميذ والطلاب ولا يتبعون إجراءات السلامة والحيطة والحذر، وبالتالي الأطفال قد تجدين يعني بعض الأطفال يتناولون كوب من الماء بشكل جماعي، وبالتالي الحيطة والحذر غير متوافر عندما
يمرض أحد الأطفال يقوم بالعدوى السريعة ونشر هذه العدوى السريعة، وبالتالي سارعت وزارة التربية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بتعليق الدوام وفق ما أعلن عنه. لدى وزارة التربية إجراءات أثناء عملية التعليق، يعني لم تقم بعملية التعليق وانتهى، إلا أنها قامت بإجراءات في أثناء فترة التعليق، ومنها على سبيل المثال تسجيل الدروس التعليمية وبثها حتى تتم عملية تعويض الفاقد التعليمي، وحتى لا يضيع على أي متعلم من الصف الأول وحتى الصف الثالث ثانوي أي درس من دروس المنهاج المقرر للمدة المحددة التي يتم فيها تعليق هذا التعليق الدوام. وأيضا بالاتجاه المقابل وضعت خطة إلى ما بعد عملية التعليق، لكن في فترة التعليق مديرية الصحة المدرسية ودوائر الصحة المدرسية في المحافظات وبإشراف مديريات التربية قامت بحملات نظافة للمراكز للمدارس وتعقيم هذه المدارس قبل انتهاء فترة التعليق، تكون هذه الخطة قد أنجزت. وأيضا قامت وزارة التربية في اليوم الأول من تعليق الدوام بتخصيص مدرسة في كل محافظة من المحافظات، والآن هي تسعى لتخصيص المدرسة الثانية وإعداد الكوادر للتعامل مع أي حالة طارئة على مستوى كل محافظة من المحافظات. أيضا وزارة التربية في كل محافظة من المحافظات وعلى مستوى المناطق التعليمية لديها مستوصفات مدرسية، هذه المستوصفات المدرسية استنفذت كوادرها من دوائر الصحة المدرسية والعاملين فيها حتى تكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ تقوم بالعمل وإعطاء الإرشادات والنصح وغير ذلك. أيضا قامت بحملات من التعقيم والتطهير في كل المرافق التابعة لوزارة التربية والمؤسسات التابعة لوزارة التربية، سواء كانت في الإدارة المركزية أو في مديريات التربية التي تسمى الإدارات الفرعية. بالتالي حزمة من الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية لاستعدادا إلى ما بعد فترة التعليق. ونتابع أيضا المنصة التربوية والقناة الفضائية التربوية على موقع وزارة التربية وعلى موقع اليوتيوب في وزارة التربية بث الدروس التعليمية والندوات التعليمية والتربوية للأبناء التلاميذ والطلاب حتى لا يفوتهم أي معلومة من المعلومات التي أو أي جزء من الكتاب المدرسي المقرر لهذه المرحلة العمرية أو لهذا الصف. يعني هذا جزء كثير مهم من الإجراءات اللي اتخذتوها، واللي هو التعليم التفاعلي من خلال إن كان التلفزيون اللي عم تقدمه عبر قناة التربوية السورية أو من خلال موقع الوزارة على الإنترنت، حتى ما ينحرم الطلاب خلال فترة خلينا نقول 14 يوم الاحترازية الوقائية من الدروس. خلينا نحكي أكثر بهذا التفصيل، وخصوصا أنه كان في تصريح لوزير التربية اللي هو عن تكثيف الدروس والساعات اللي رح يتم بس من خلالها من أجل الشهادتين الثانوية وأيضا التعليم الأساسي، وأهمية هذا الموضوع، وخصوصا أنه هي مو قصة عطلة. يعني لا. البعض أخذ الموضوع على أنه هو عطلة للطلاب، هو لا، هو إجراء وقائي من أجل ما يكون في وجود أي حالة لأي طالب من الطلاب أو حتى الكادر التعليمي أنه ممكن ينصاب بفيروس كورونا. يعني لدى وزارة التربية خطة برامجية، وعندما تحدث السيد الوزير عن الخطة البرامجية بتكثيف هذه الخطة، يعني لدينا خطة برامجية طبيعية تبث في القناة الفضائية التربوية، لكن وفق دروس تعليمية ومنتقات في الحالة الطبيعية، لكن عندما تم تعليق الدوام لابد للتلاميذ والطلاب أن يواكبوا ما فاتهم من هذا المنهاج الدراسي، وبالتالي تم تحديد هذه الموضوعات وهذه الدروس ووضعت لها خطة برامجية متكاملة بما لا يقل عن 10 ساعات دروس تعليمية وندوات تربوية يومية تعاد أيضا مرة ثانية، وبالتالي هناك دروس تعليمية وندوات تربوية مكثفة على مدار الساعة في القناة الفضائية التربوية والمنصة التربوية من خلال خطة برامجية أعدت لهذا الغرض، حتى لا يكون هناك أي نقص تعليمي عند أي طالب وفي أي صف من الصفوف، ولا أي تلميذ من أي، يعني التعليق الدوام لن يكون على حساب هذا التلميذ. وأيضا من الإجراءات التي تم العمل عليها إلغاء الاختبار الترشيحي والاختبار الموحد لطلاب الشهادات الذي بموجبه كان التلاميذ والطلاب يترشحون إلى امتحانات الشهادات العامة.
الآن بقيت المواعيد الامتحانية كما هي إلى ما بعد فترة التعليق، وهناك متابعة واستئناف إذا ما انتهت الحالة إلى عمليات دوام تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل مباشر. طبعا في جعبة وزارة التربية الكثير من الإجراءات التي قامت بها لوضع الخطط البديلة في كل الاحتمالات، يعني على سبيل المثال استمرار حملة تنظيف المرافق الصحية في المدارس وتعقيم المياه بمادة الكلور بشكل مستمر، وتقوم دوائر الصحة المدرسية والجاهزية بإعداد فرق العمل على مستوى كل منطقة تعليمية لمتابعة حسن سير الوقاية من الأمراض، وعلى رأس هذه الأمراض هو الجائحة أو الوباء المنتشر الآن في دول العالم، إلا أن سوريا حتى الآن خالية من أي إصابة من هذه الإصابات. وبالتالي الأطر التعليمية هي الآن بأمان، والأطر التدريسية والإدارية، ونحن في وزارة التربية نحرص كل الحرص على سلامة الزملاء من المدرسين والمعلمين، ولدينا الحرص أكثر كما تحدث السيد الوزير في المؤتمر الصحفي، لدينا الحرص أكبر على الأبناء التلاميذ لأنهم يحتاجون إلى من يأخذ بيدهم حتى تكون الوقاية خير من قنطار العلاج. فوزارة التربية قامت باستكمال الإجراءات التي هي مطلوبة، وحتى في بعض دول العالم المتطور لم تقم بمثل هذه الإجراءات، لكن قمنا بهذه الإجراءات في وزارة التربية للوقاية ووضع أسس الحيطة والحذر والأمان وتأمين هذه الحماية للأبناء التلاميذ والطلاب عندما يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد 2-4 إن شاء الله. أكيد دكتور، بدنا نقول لك شكرا كثير أول شيء أنه كنت هي المعلومات. نرجع نقول لك كل عام وانت بألف خير. جهود وزارة التربية طبعا مشكورة بكافة الأصعد، سواء بتقديم المعلومات وتكثيف الدروس، وسواء بالعمليات الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس، ومثل ما قلنا ومثل ما قالت زميلتي سلمى، نتمنى أكيد كل الناس يكون عندها هذا القدر من الوعي والمسؤولية، ونضل بالبيت هي الفترة لحتى نحمي حالنا ونحمي أولادنا ونحمي كل الأشخاص اللي بنحبهم، وبالأكيد وأهم شيء أنه نحمي بلدنا. نعم. أيضا الخطة البرامجية يعني شملت في إحدى عناوينها التوعية أيضا على مستوى المجمعات المدرسية، والزملاء المعلمين أن يقوموا بذلك من خلال تواصلهم مع التلاميذ، أن تكون هذه الفرصة لمتابعة ما يتم بثه على القناة الفضائية التربوية وعلى المنصات التربوية، وأن يلتزموا الحيطة والحذر أيضا في منازلهم. فهذه حملات توعية والتثقيف الصحي تقوم بها أيضا فرق العمل في وزارة التربية من خلال الصحة المدرسية والإرشاد النفسي والاجتماعي. يعني أنتم جنودنا دائما، جنود مثل ما بنقول موجودين بعد الجيش العربي السوري فورا، وأيضا موجودين حاليا بهي الظروف الصعبة عم بتحاولوا تكونوا موجودين. شكرا كثير لك، وبنتمنى لكل معلمينا مرة ثانية الصحة والسلامة، ولا طلابنا بنقول لهم كل عام وأنتم بخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير.